حمادة، حكايتك مع الغنى، في حكاية أنا سمعتها كده عنك مع بابا في الغنى. يا عم الراجل تعب من ابويا. ده انت بتخليه هو بيبقى سعيد. ده هو نجم بقى كده خلاص. هو لا والله ده حكايات، يعني ابويا ده حكاياته كتير قوي معايا. لان هو من الاسباب اللي ايه اللي خلاني عانيت في ان انا عايز برضو، يعني ايه، انا كان هدفي من صغري ان انا نفسي اعمل حاجه لنفسي، مش خالص ما كانش في دماغي طريق الغناء خالص. انا كان نفسي، يعني ايه، هو راجل طيب جدا ومن الناس اللي هو بسيطة وكان موظف، يعني ما زال الحمد لله يعني شغال في شغلانته الجميلة اللي ربنا أنا بتشرف بيها يعني، وربنا يخليه لي. بس أنا كان نفسي أبقى إيه، حاسس إن أنا إيه، أبقى شايل حاجة أو أبقى في حتة كده إيه، يعني لأن في وقت بيبقى يوم 15 في الشهر ده بيبقى يوم نحس، بيبقى لا في بلاوي بتحصل وبتاع. يعني يوم 15 عمال تخبط عليك وتخلع طبعا ده من يوم 8 ده من يوم 8 مش من يوم 15. والله يعني يوم 15 ده لما يبقى فيه الحوافز شغاله جامده يعني. فكان نفسي يعني كان في وقت انا بحس بيه. فالحمد لله من بعديها يعني الواحد بيفكر انه يشتغل في اي حاجه يعني. فهو كان الغنى كنت انا اخدته من المدرسه، واخدته بعد كده في الحفلات، في اي عيد ميلاد اروح رامي نفسي فيه، اي فرح اروح داخل في اي حاجه. بس كان ابويا ما يرضاش، كان يعمل لي قلق يعني دراستك الاول، لان انت ما ينفعش تبقى. بس هو كان واثق ان صوتك حلو. هو كان مش قوي، هو مش مقتنع بيا في الفتره اللي فاتت دي. يا عم بطل، كان صوتي مسرسع فعلا، كنت قاعد احب اللي يبدي بتعمل لي صداع، انت عبيط، فتلاقي حاجات غريبه. فهو الفتره دي يعني قعد خلاص ويحبطني، وامي كانت تبقى ربنا يخليها لي يا رب معايا. لا تمام الام بقى، انت عارف اللي هو القرد في عون امي. كنت اقول مثلا وانا افتكر عندي الشرايط دي لو سمعتها لك هتموت من الضحك. كنت اسجلها وانا صغير بغني من تونالتي غريب، واطلع من حتت يعني عارف نشاز رسمي، واسمع امي بتسقف لي تقول لي الله الله الله. يعني عجبني. هي الحكايه بقى يعني ان بعد ما تعب معايا خالص فخلاص فكر ان هو يبقى واقف معايا. خلاص هنشوف منتجين، هنشوف حد هنقف معاك، هنركز معاك وتركز في طريقك وهنشتغل تمام. خلاص تمام. هو يعني علاقاته ما كانتش يعني جامده جدا، علاقاته كانت على قده يعني. ممكن الحاج محمود المنجد، الحاج عبد الغني الجزماجي، مش عارف مين. يعني هو المنطقه بتوعنا يعني، الناس اللي هم لغايه دلوقتي حبايبي واخواتي يعني. قال له في واحد اسمه في مسترد، اسمه الاستاذ عبد فون. تمام يعني في مسترد. في مسترد اسمه عبده ايه؟ فون. فون عبده فون. راجل زي العسل يعني. لا عبده فون يا لا لا ده رحت. فانا رايح ما يعني ما اعرفش بقى، قالوا هيطلع في عيد ميلاد هيطلع يغني. يقف على الستيج بقى، ومفيش بقى ستيج بقى، على المسرح بقى وبتاع. ويعيش حياته. وهو يسمعه الاستاذ. انا رحت طبعا لقيت الاستاذ قاعد بقى فانا مش في دماغي. طب انا هطلع بقى عيل صغير بقى طالع بغني، وفرح بقى كله مليان بقى من قلبك يعني معلمين وتجار يعني من اللي قلبك ما يحبوش. بالظبط. واول ما بمسك المايك بغني لقيت لك انا يعني، انا في افراح كتير شفت لما بتخش شورت ولا بتاع بيبقوا 2-3 يقولوا مش عارف ايه. انا لقيت لك جيش مصر داخله مسيحيين العصيان وبيضربوا كل اللي قاعدين، بيضربوا مش عارف جاي البرنامج في الفرح ده. بيضربوا كل الناس، في حاجه في الفرح دي هتحصل. وانا سامع المزيكا بتتري دول بيطلعوا يجروا بتاعوا كل دول مش عارف ايه ده قبل ما تغني. والله. وفي النار اللي هي موجوده، فحم اللي هو مش عارف بيعملوا بيه، بيشربوا بيه سجاير. عارف بقى بيشربوا بيه السجاير. الفحم ده بقى الناس ايه يعني، بالظبط ايام فيلم الكفاره، بتشوف افلام كده للكفار وبتاع. اللي هو بيقع على وشه بيجي في الفحم. بالظبط. وانا شايف المناظر دي انا اللي طالع عليا عمال اعيط. يا ابويا يا ابويا. فلقيت لك هو ما تزعلش يا حاج، لقيته بيجري مع الناس يعني. في وسط الناس يعني غصب عنه. احنا بنبعت له تحيه من هنا اهو، انا بوجهها له. لعم هلال عبد الفتاح. عم هلال عبد الفتاح.
ولا عبد الفتاح هلال كده يقلب عليها خالص. طب عم هلال عبد الفتاح، عم عبد الفتاح عبد العزيز، عم عبد الفتاح عبد العزيز عبد العزيز مصطفى مصطفى محمد هلال هتيجي امتى؟